الله الرحمن الرحيم. مستمعينا ومشاهدينا الكرام، عبر إذاعة وتلفزيون سلطنة عمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير، وكل عام وسلطنة عمان تمضي في ركب التقدم.
يتفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، وتشارك في هذا العرض وحدات رمزية تمثل الجيش السلطاني العماني وسلاح الجو السلطاني العماني والبحرية السلطانية العمانية والحرس السلطاني العماني وقوة السلطان الخاصة وشرطة عمان السلطانية وشؤون البلاط السلطاني، بالإضافة إلى فرق الموسيقى العسكرية المشتركة والراكبة وبمشاركة قوات الفرق. ويحضر العرض العسكري بمعية جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه عدد من أصحاب السمو وأصحاب المعالي الوزراء ورئيسا مجلسي الدولة والشورى والمستشارون وقادة قوات السلطان المسلحة والأجهزة العسكرية والأمنية ورؤساء البعثات الدبلوماسية للدول الشقيقة والصديقة المعتمدون لدى سلطنة عمان وعدد من المكرمين أعضاء مجلس الدولة وعدد من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى وكبار المسؤولين بالدولة من عسكريين ومدنيين وجمع من المواطنين من محافظة ظفار. طابور دوران لليسار لليسار. طابور حدا لليمين لليمين حدا. طابور جنبين سلاح. طابور استرع. إذن هكذا أيها المستمعون والمشاهدون الكرام أخذت الوحدات المشاركة في هذا العرض العسكري مواقعها بانتظار التشريف السامي لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه لميدان الاستعراض بميدان النصر بمحافظة ظفار، وتلوح طلائع الموكب السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة وهو في طريقه إلى ميدان النصر بمحافظة ظفار تحفه وتحفظه عناية الله، حيث سيشرف جلالته رعاه الله ميدان النصر الذي ينتظر قدومه الميمون احتفالا وابتهاجا بمناسبة العيد الوطني 52 المجيد. ويسرني أن يشاركني في هذا التعليق الزميل خالد بن عبد الله السلامي والعميد الركن حسن بن علي بن عبد الله المجيني رئيس التوجيه المعنوي والمراسم العسكرية برئاسة أركان قوات السلطان المسلحة. تفضل خالد. شكرا جزيلا أحمد بن حافظ العامري. مشاهدين الأعزاء تحية لكم أينما كنتم وكل عام وأنتم بخير. وكما تشاهدون معنا في الشاشة الموكب السامي المقل لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، وهو يشق طريقه الميمون إلى ميدان النصر هنا في محافظة ظفار، حيث يتفضل جلالته أيده الله فيشمل برعايته السامية الكريمة العرض العسكري بمناسبة العيد الوطني 52 المجيد، وتعبيرا عن المحبة الصادقة
التي يكنها أبناء هذا الوطن العزيز لجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه، لتتواصل مسيرة الإنجازات في أرضنا الطيبة سلطنة عمان بالقيادة الحكيمة والرؤى السديدة والتلاحم الوطني والعمل المؤسسي، وصولا بعمان إلى أعلى المراتب وأسمى المقاصد. مشاهدينا الكرام، تتزين أرجاء محافظة ظفار كما هي مختلف محافظات سلطنة عمان بمظاهر العيد الوطني 52 المجيد، وترفرف الأعلام هنا ابتهاجا بالمقدم الميمون. هذه الإطلالة السامية لجلالته في عيد عمان وفرح الوطن تبعث بمشاعر المحبة والغبطة والسعادة. إذن كما نتابع معكم مشاهدين الأعزاء الموكب السامي المقل لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، وهو في طريقه إلى ميدان النصر بمحافظة ظفار. الآن ننتقل إلى العميد الركن حسن بن علي المجيني رئيس التوجيه المعنوي والمراسم العسكرية برئاسة أركان قوات السلطان المسلحة. مشاهدينا الأكارم في كل مكان، كل التحية لعمان، من هنالك محافظة مسندم مرورا بكافة محافظات السلطنة وإلى هنا محافظة ظفار حيث تشهد هذا الاحتفال بالعيد الوطني 52 المجيد. حيث هذا الاستعراض العسكري الذي ستقدمه وحدات رمزية من الجيش السلطاني العماني وسلاح الجو السلطاني العماني والبحرية السلطانية العمانية والحرس السلطاني العماني وقوة السلطان الخاصة وشرطة عمان السلطانية وشؤون البلاط السلطاني في هذا اليوم الماجد 18 من نوفمبر. بعد لحظات أيها المشاهدون الأكارم سيتشرف هذا الميدان ميدان النصر بالمقدم الميمون لجلالة القائد المفدى حفظه الله، وسيتشرف باستقبال جلالته أبقاه الله صاحب السمو السيد شاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، والفريق الركن بحري عبد الله بن خميس الرئيسي رئيس أركان قوات السلطان المسلحة. هكذا ونشاهد جميعا الموكب المقل لجلالة القائد الأعلى وصولا إلى هذا الميدان الذي يتشرف باحتضان هذا المحفل الوطني في هذا اليوم الماجد احتفاء بالعيد الوطني 52 المجيد.
وأمام القائد الأعلى حفظه الله ورعاه. ها هو الموكب الميمون لجلالته يصل بحفظ الله ورعايته لميدان النصر. وها هو أيها المشاهدون الأكارم طابور الاستعراض في استعداد تام لبدء فعاليات هذا الاستعراض العسكري، والذي سيبدأ بإذن الله تعالى بالسلام السلطاني لجلالة القائد المفدى، وكما هنالك 21 طلقة تحية للقائد رعاه الله. نعم، بعد لحظات فقرات متعددة تلكم التي سوف نشهدها اليوم بإذن الله تعالى. طابور! سلام لجلالة السلطان هيثم المعظم! سلام! قف! هكذا أيها المستمعون الأكارم عزف السلام السلطاني، وأطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لجلالة السلطان المعظم. ويتقدم قائد طابور الاستعراض العميد ركن حامد بن عبد الله البلوشي من الجيش السلطاني العماني، مستأذنا جلالة القائد الأعلى حفظه الله ورعاه ببدء فعاليات هذا الاستعراض. مولاي صاحب الجلالة، طابور قواتكم المسلحة جاهز، فهل تأمر جلالتكم ببدء الاستعراض مولاي؟ بعد قليل بإذن الله تعالى ستبدأ الوحدات المشاركة في هذا العرض العسكري بتقديم استعراضاتها، والبداية بعونه تعالى
ستكون مع الفرقة الموسيقية العسكرية المشتركة. طابور استرح. Thank you.
طابور تايه، طابور كتف سلاح، طابور دوران لليمين، لليمين جر. طابور الحلم اليسار، معتدى السر، you
طابور هنا لليمين، لليمين هنا. طابور جنبي
طابور استرى. Thank you.
Yeah.
الإيمان بالله شهادة، الولاء للسلطان شهادة، الدوج عن الوطن شهادة، يعيد جلالة السلطان هيثم المعظم شهادة، يعيد جلالة السلطان هيثم المعظم شهادة، يعيد جلالة السلطان هيثم المعظم شهادة. طابور سلام لجلالة السلطان هيثم المعظم، سلام. قف إذن هكذا مشاهدين الأعزاء عزف السلام السلطاني إذانا بانتهاء العرض العسكري بمناسبة العيد الوطني 52 المجيد الذي يقيم على هذا الميدان، ميدان النصر في محافظة ظفار. وبهذه المناسبة الوطنية يتفضل في هذه اللحظات المباركة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، فيتقبل هدية من قوات جلالته المسلحة الباسلة، والتي يتشرف بتقديمها صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع. هذه الهدية أيها الإخوة تجسد تلكم المعالم الرمزية التي توضح وبجلاء ما تحظى به قوات السلطان المسلحة من الاهتمام الكبير والعناية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة القائد الأعلى رعاه الله. هذه القوات التي وخلال مسيرة التنمية الشاملة وهي تحظى بذلكم الاهتمام الذي جعل منها قوة حديثة متطورة، وهي اليوم تتشرف بأن قدمت وأمام المقام السامي لجلالة القائد الأعلى هذا الاستعراض الكبير بهذا اليوم الماجد 18 من نوفمبر. إذن مشاهدين الكرام، هذا المشهد يعكس اعتزاز قوات السلطان المسلحة بالتشريف السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه لهذا الميدان، وتخليدا لهذه اللحظة من احتفالات سلطنة عمان بالعيد الوطني 52 المجيد. جلالة السلطان المعظم
الذي أكد في خطابه السامي أن النهضة العمانية الحديثة ما كانت لتتحقق إلا بوجود قوات مسلحة جاهزة وعصرية ومعدة إعدادا عاليا بكل فروعها وقطاعاتها. كل عام والجميع بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهمتنا جاوزت في المدى مدار السماء على المرصد، وعزوتنا شأنك المنتمي إلى العز والجاه والسؤدد. لك المجد سلطاننا هيثم، لك الوجد من حبنا السرمدي، لك الوجد من حبنا السرمدي، لك الوجد من حبنا.